عسلامة مدام. عسلامة، مرحبا بيك. عايشك. عايشك بيه مدام، انت مواطنة تونسية تعيش في العاصمة. حبيت تحكي لنا على وفاة زوجك منذ 3 سنوات، تفضل. راجلي مشى لاخته لعيد كبير، دق على الباب، مشى لها قال اعطيني طرف الحمل، قلت له برا مشى للدار تو نجيب لك، جاتو كي الحقرة، مشى عمل لك كي مشى طلع على السطح، عمل شنق روحه. هي قالت له برا امشي معناها لدارك تو انا نجيب لك. برا دار امك تو نجيب لك، طلع على السطح شنق روحه. علاش؟ شنق روحه، عنده خوه اسمه رشيد. فهمت؟ ومشنوق، فهمت؟ يعطي اللي عاوز له سقيه، فهمت؟ وزبد بيه الكرسي، عنده خوه مريض، وحلوه في خوه، وحلوه في خوه، توا خوه المريض متعبس، وهو قاعد برا، فهمت؟ معناه هو عنده 2 اخوات، واحد جبد بيه الكرسي، وواحد شد الحبس. صحيح، اللي جبد بيه الكرسي البرا. واللي عاوز له ساق برا. مش عرفتوا مدام معناها اللي شد الحبس مظلوم؟ جينا نحكيولي، جينا نحكيو كل شيء. وهي اخته، وهي اللي بجرت اخته، اللي المشكله كل بجرت اخته. قالت كي مشى لها قال اعطيني طرف الحمل، قالت له برا دار امك تو نجيب لك، جاتو كي القاهره، فهمت؟ عمل هكا شنق روحه، فهمت؟ بنته توا انا توا مصدومه، فهمت؟ ساعات نمشي نطلب، ساعات نخدم الباركينج وين سيدي بشير يحلوا عليا العباد، هذاك مد لي دينار، هذاك مد. انت معروفه، معروفه مدام في العاصمه اللي انت دور في كتابه. عايش لبرا 22 سنه، عمره 22. يعيش لبرا عند شكون؟ لبرا يعيش. يعيش وحده. عنده بنيه ولي، ما يبعتليش. عباد تقول له في التليفون، عباد تقول له، عبيت تقول له، فهمت؟ في يمك في يمك في يمك في يمك في يمك، وما يكذبوا عليا، ويخليه بين بيني خلق. عليها فما عبيد يشوهوا لك في سمعتك، انت لولدك. ولد. شنو يقولوا له مدام؟ لا علينا، في يمك هاو هكا، في يمك هاو هكا. اما انا ريت ولدي مشني ربي عليه، لاني دنيا ولا اخره، ما جيش فيه هو يجيب صغيرات. هاني كنت نطلب طاوة في حقاو. عبيت سقيت فيهم الخير برهانين، وما كنتش خير في عيل. معناها مدام انت عندك طفله، ما عندك طفل؟ عندي وليد عايش برا وعندي طفله. وقتاش يعيش برا الطفل؟ ولدي مشى عمره 9 سنين. شكون هزه؟ 2000 مشى 2009. شكون هزه مدام؟ هزه خالي الله يرحمه. قعدني هنا راهو شبه حبس. فهمت؟ وعلاش ما يسالش عليك مدام؟ برا وتخدم ولاباس عليك، انا ما تبعتش لامك. اللي انا نطلب البر، انا مين العباد يسدوا فيه في التليفون؟ مدام ريت مهما يسمع لامه راهي تقعد امه. صحيح. يقولوا له، يقولوا له هو كان باش يبعت لي، فهمت؟ كان باش يبعت لي، سدوا بالتليفون، قالوا لي راهي امك هكا وهكا وهكا، وانا ما عندي شيء. علي ما توضحلوش الصوره انت مدام؟ انت امه يعني كي تحكي معاها باش يصدق الطول. ما كلمنيش للتو. ايش عنده ما كلمكش؟ عندي تو جماعتي. جمعتين ما كلمكش؟ كلمني. فين قبل يبعث لك ويعاونك؟ لا لا. يجي يطلع عليك في تونس؟ ما يجيش جملة 12 سنة ما يجيش. فهمت؟ الطفلة هي في السنتر. سنتر في السنتر. تقرا وتروح. قد عمرها الطفل؟ تو عمرها 2009. عمرها 16. علاه مش عندك مدام؟ نسكن في بيت. عطيتني خالتي بيت بس تحت فوق. فهمت؟ يرحم والديك والداه. يعطيها الصح. ربي يشفيها وربي يشفي لها وليداتها. فهمت؟ انا نطلب انا. مره هكا مره هكا، مره نخدم الباركينج. ساعات نخدم الباركينج بدا الحاكم يعيط علي يقول لي صايب الباركينج. شنو نعمل انا؟ ترى وريني. عندي هذيا ازماتيك، شدني ازماتيك، صفى عليا شدني ازماتيك، وريني شنو باش نعمل. شكون باش يقبلني بالخدمه ترى؟ كيت خدمه ما خدمتيش. هكا عاملين لك شهرية نتاع 100 و200، شو يعمل؟ وريني شو يعمل؟ نتصورك حتى بنتك في السونتر أكيد تصرف عليها أنت مدام. بيع مشينا للسونتر كلها رسبت المدلة، ما نمشي نخليها بلاش. طفلة صبية تبارك الله اللي فيه، شو نعمل لها؟ زدت خوها، زدت خوها يبع
زاد خوها فمتني لا يبعث لها هي لا ليانا، لا ليانا ولا هي، ابعث بعيش ولدي فمت لا تي تعمل بيهم. باش نعمل بيهم انا بالمراه في عمري هذايا؟ باش نعمل بيهم في العمر هذايا؟ عمري 60 سنه باش نتبع الشيء هذاك؟ حشيك مدام فهمت. انا نوصل او كان هو يفرج فيا نقول له انا راني ناري راضي عليك فهمت، لا الدنيا لا اخره ما تقويش فيك انت. وين يعيش ولدك مدام؟ بلجيكا. اه هاي الكاميرا قدامك، لو كان هو يتفرج فيك شنو تقول له بالضبط؟ نقول لك يا حمزه وخر شويه مدام، نقول لك يا حمزه نقول لك يا حمزه انا راني راضي عليك لا الدنيا ولا اخره. مدام بالك صغير واسمع كلمات الناس، ما تقولش هكا. ديك ما عندي ما اقول لك، وربي بفضلك صغيرات كراني امك ابعثني انا واختك يرحم ودي له والدي كراني تعب. حتى يسال مدام مش لازم حتى الفلوس، المهم يسال. يرحم ودي له والدي راني البيت في الشارع. ومدام انت عديت فتره تبيت في الشارع؟ عديت فترة البيت في الشارع؟ عديت فترة البيت في الشارع، عديت فترة البيت في الشارع، راني عديت فترة البيت في الشارع، راك ما تسمع كلام حتى حد. ديما سد وذنك، ما تسمع كلام حتى حد. مادام ما فماش شكون أهل الخير يعاونوا فيك؟ فماش، وينهم أهل الخير؟ بالزيت، بالزيت الرحمة، ما عادش الرحمة قلت، تكثروا حتى هو، تكثروا، تكثروا، تكثروا. آلاف الحالات كيفك أنت مدام في تونس، خاصة هوني معناها في العاصمة. في بيت نسكن تحت، بيت تحت تقدر يخطر عليا. يرحم وديك والديها خالتي، وربي يشفيها، فهمت؟ عم معايا الباكي هي كي بنتها. الله غالب اللي عليها عملت. أما ولدي يقول له إن شاء الله ربي يهديك يا وليدي، أغزل الهدايا مدام. ربي يهديك. اخذ حدك لوليداتك، ابعث لي ما تخلينيش، ما تسمع كلام حتى حد، سد وذنك عايش ولدي، راني مراه تعبه. سوى سوى الكلام اللي سمعوا مدام صحيح ولا غلط، انت ام قبل كل شيء. صحيح. ورا بعض الميساج صاحبه قال، قال الكلمه ذي، قال يطلع شين يا بشين امي. فهمت؟ هي الام وعليه ملوحني كي يبعث لي. علي شوف الاولاد البل. لولاده ماتوا من هنا ويعيشوا لبرا، يبعثوا لولاده يبعثوا وين ليش عملت وين ربيته؟ ما مات وربيته فهمت؟ وصل عمر 19 مشى على روحه مش يقعد هنا يشبع حبس هكا تشوف الحاله. معناها انت خممت في مستقبل ولدك؟ خممت مستقبل ولدي، ان شاء الله يخمم مستقبل بنايتي. مدام هاوك الكاميرا قدامك. مدام احنا سالناك اسكو عندك رقم هاتف ولا لا؟ انت قلت لي ما عندك. لحظه وخر شويه مدام، شويه بركه هكايا. مدام اللي يحب يعاونك وين ينجم يلقاك؟ يلقاوني بحث مركز دي باشي وين الباركي باب الزيره غاديك بعدي وين نمشي وين الجامع. يرحم صح ديك ودي يا مدام.